نعم. شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على أهل المنكرات الإنكار عليهم وهم ليسوا من أهل الحسبة؟ نعم، التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، إلا من ذي السلطان، يعني الأمير أو نوابها الذين جعلهم قائمين مقامه، لا من أفراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر، فهمك الله، قد يظنه منكر وليس بمنكر فيغير بيده ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. أفهمت هذا أو لا؟ طيب، إذن التغيير باليد الآن لا يمكن، هذا للحكام. لقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغير باللسان وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصر عليه، واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لا يجوز أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية، ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسألك، ما هو يديه، يمكن يقتله. لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت لك بشرط أن توجد قرائن ظاهرة، كان يدخل على هذا البيت نساء أو مردان أو ما أشبه ذلك. نعم.